كما اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه اليوم مع معالي السيد رشيد ميرادوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجيه تركمانستان وقد تم خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقه التي تجمع بين مملكه البحرين وتركمانستان وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات التي من شانها توسيع افاق التعاون والعمل المشترك خدمه للمصالح بين البلدين والشعبين الصلاة. صديقين هذا بالاضافه الى التباحث حول تطورات الاوضاع الاقليميه والدوليه وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك